أكد سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن من أبرز مهام المحافظة توفير بيئة محصنة من مصادر المخاطر وآمنة للجمهور، مشيرا إلى مهام لجنة تفتيش المطاعم بمنطقة سوق المنامة القديمة التابعة للمحافظة، والتي أنهت تضمين اشتراطات الأمن والسلامة في المطاعم الواقعة بهذا السوق والبالغ عددها 160 مطعما، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها المحافظة في مارس العام الماضي وبالتعاون مع أمانة العاصمة والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة إضافة إلى هيئة الكهرباء والماء. وقال المحافظ أثناء زيارته الميدانية التي قام بها لآخر 3 مطاعم تم الانتهاء من تضمين اشتراطات الأمن والسلامة فيها، إن المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استطاعت تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة، وذلك انطلاقا من توصية المجلس التنسيقي التابع للمحافظة، حيث عملت وفق خطة عملية متكاملة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها في الرقابة والمتابعة على تلك المطاعم لضمان عدم عودتها لتلك المخالفات والتجاوزات، بما يضمن توفير بيئة محصنة من مصادر المخاطر وآمنة لأصحاب المحلات ومرتادي السوق. لا شك توجيهات صاحب السمو الأمير خليفة بالاهتمام وتطوير الأسواق، ومحافظة العاصمة تلعب دور هام بالتعاون مع الجهات المختصة، واللي احنا أخذنا على عاتقنا تصحيح أوضاع المطاعم في 160 مطعم، واليوم احنا زرنا آخر 3 مطاعم في السوق واللي ضمناها اشتراطات السلامة والأمن، وتأكدنا انها بها جميع الاشتراطات وصححنا أوضاعها من أي مخالفات، والحمد لله هي عمل جبار. يعني عملنا استغرق سنة كاملة، أسبوعيا هناك زيارات ميدانية بالتعاون مع الأمانة وزارة الكهرباء والماء الصحة الدفاع المدني المديرية كل الجهات الحكومية ذات الصلة معنا في هذه اللجنة، والحمد لله نقدر نقول لكم أن اليوم صححنا أوضاع 160 مطعم في سوق المدامة.